بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أبنائنا الطلاب، طلاب صف ثالث متوسط مع مادة العلوم. وصلنا إلى في الوحدة الثانية، عنوان الوحدة الثانية كيمياء المادة، الفصل الرابع الجدول الدوري. هناخد أول درس في الجدول الدوري كمقدمة. يبقى يقدم الجدول الدوري معلومات حول جميع العناصر المعروفة. الفكرة الرئيسة ترتب العناصر في الجدول الدوري حسب تزايد الأعداد الذرية. الكتاب عندك مقدمة في الجدول الدوري، تطور الجدول الدوري. عرف الناس في الحضارات القديمة بعض المواد التي تسمى عناصر، فصنعوا النقود المعدنية والمجوهرات من الذهب والفضة، كما صنعوا الأدوات والأسلحة من النحاس والقصدير والحديد، هذه كلها عناصر. وبدأ الكيميائيون اللي هم العلماء مهتمين بالكيمياء بالعناصر والتفاعلات في القرن التاسع عشر البحث عن عناصر جديدة، حتى تمكنوا عام 1830 من فصل وتسمية 55 عنصر. وما زال البحث عن عناصر جديدة مستمر حتى يومنا هذا. أول جدول وضعه العالم مندليف، هذا العالم روسي. يبقى سؤال، أول من وضع جدول دوري للعناصر نقول العالم مندليف. خلاص؟ مندليف سنة 1869، هذه النسخة الأولى من جدوله الدوري. كان فيها كم عنصر بقى؟ فيها 55 عنصر، لأن دي العناصر اللي كانت متوفرة في هذا الوقت، وتم ترتيب العناصر فيها حسب العدد الكتلي، الزيادة في العدد الكتلي. خلاص، يبقى هنا رتبت العناصر في الجدول الدوري لمندليف حسب الزيادة في العدد الأعداد الكتلية. وقد لاحظ مندليف النمطية في الترتيب، حيث يكون للعناصر التي في مجموعة واحدة خصائص متشابهة، إلا أنه في ذلك الوقت لم تكن جميع العناصر معروفة، فكان عليه أن يترك ثلاثة فراغات في جدوله لعناصر كانت مجهولة. وطبعا ده يعتبر ابتكار وإبداع من هذا العالم، إن يترك ثلاث أماكن فارغة، ولأن لم تكن هذه العناصر موجودة في هذا الوقت، فقد توقع خصائص هذه العناصر المجهولة. يعني شوف، تخيل عنصر لسه لم يكتشف بعد، ومع ذلك إيه، يعرف خصائصه، عارف خصائصه حسب المجموعة اللي هو مقسمها. وقد شجعت توقعاته الكيميائيين على البحث عن هذه العناصر، فاكتشفت العناصر الثلاثة خلال 15 سنة، الجاليوم والجرمانيوم. خلاص، دي خلال ايه؟ خلال 15 سنة، عنصر الجاليوم وعنصر السكانديوم وعنصر الجرمانيوم. الثلاث عناصر دول لم يكتشفوا في وقت مندليف، وتم اكتشافهم بعد 15 سنة. الجدول الدوري لما نيجي نشوف صورة له، طبعا تم ترتيب العناصر في الجدول الدوري الحديث. يبقى في جدول دوري أول اللي هو عمله مندليف، جه عالم مزلي رتب الجدول الدوري على حسب الزيادة في العدد الذري وليس الايه، الكتلة الذرية. يبقى هنا تم ترتيب العناصر في الجدول الدوري الحديث حسب تزايد الأعداد الذرية. دي بقى النوع الثاني، يبقى في جدول دوري الأول اللي فيه كان فيه 55 عنصر، ده بتاع مندليف، كان يتم فيه ترتيب العناصر حسب الزيادة في العدد الكتلي. أما الجدول الدوري الحديث، ده تم ترتيب العناصر في الجدول الدوري حسب الزيادة في العدد الذري. تم تقسيم العناصر في 7 دورات مرقمة من 1 لـ7. ولما أقول دورة، هناخد نشوف صورة للجدول كده، صورة للجدول. الدورة من اليسار إلى اليمين، ادي 1، هنا دورة، 2، 3، 4،
خمسة ستة سبعة، مترقمة سبعة خلاص، لأنها ماشية بتمشي بالعرض صف أفقي كده، الدورة هي صف أفقي. أما وقسمت 18 مجموعة رأسية، 18 مجموعة من أعلى لأسفل بقى، عد كده معايا، أدي واحد هنا، اتنين عمود رأسي، اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر. يبقى ده الهيكل، الشكل العام، الشكل العام للجدول الدوري هو كده. أول حاجة لما أقول لك إيش تقدر توصف الجدول الدوري، نقدر نوصفه، نقول إيه، إن هو مكون من سبع دورات أفقية. النهارده هناخد بس معلومات بسيطة عن الجدول الدوري كمقدمة، إنما لسه الكلام التفصيلي هناخده في الدروس اللي جاية. طيب، يبقى الدورة هي صف أفقي من اليسار إلى اليمين، جميع الخصائص فيه متشابهة. لو مثلا لو قلت الدورة الأولى فيها عنصرين اتنين، أدي واحد، تمشي في الحتة دي فاضية، أدي اتنين. الدورة التانية أدي واحد اتنين، والمنطقة دي فاضية، تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، وهكذا. خلاص؟ تيجي بقى عند الدورة الرابعة، بنجد إن في هنا اختلاف، المنطقة دي كانت فاضية، لا المنطقة ما عادش فاضية بقى. أو الدورة الرابعة أدي واحد اتنين تلاتة أربعة، الدورة الرابعة اللي تمشي بالعرض كده، هذه الدورة الرابعة، وهذه الخامسة كده، وهذه الستة، وهذه السبعة. خلاص؟ أما المجموعات الرئيسية، نرجع بقى نشوف، وضعت العناصر في سبع دورات مرقمة من واحد لسبعة. طيب، والدورة هي عبارة عن إيه بقى؟ الدورة هي صف أفقي في الجدول الدوري يحتوي على عناصر تتغير خصائصها بشكل تدريجي. لو جيت أقول بقى، حدد معايا بالقلم عندك أو بقلم الفسفوري على تعريف الدورة، أهو حط خط هنا كده، صف أفقي في الجدول الدوري يحتوي على عناصر تتغير خصائصها بشكل تدريجي، يمكن توقعه طبعا، كما يتكون، خلاص ده التعريف، يتكون الجدول الدوري من 18 عمود، عمود أو مجموعة، بيبقى رأسي بقى، كل عمود يتكون من مجموعة أو عائلة من العناصر. طيب، عناصر المجموعة الواحدة تتشابه في الخصائص الفيزيائية والكيميائية. تعريف المجموعة أهو، هي عناصر المجموعة الواحدة تتشابه في الخصائص الفيزيائية اللي هي الطبيعية والكيميائية. بعد كده مناطق الجدول الدوري، يمكن تقسيم الجدول الدوري إلى مناطق، مناطق رئيسها في الشكل رقم 2 اللي جاي دلوقتي هنشوفه، تشمل المناطق أهي، الشكل ده دايما مهم جدا. فين المناطق؟ ادي المنطقة الأولى اللي هي العناصر المثالية أو الممثلة، وهنا يبقى ادي واحد، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية دي اسمها العناصر الممثلة أو المثالية، الاثنين صح. طيب، وتشمل إيه كمان؟ هنا من أول هنا 13 13 14 15 16 17 18. آدي طبعا ده إن شاء الله هيكون دراسة بالتفصيل هذا العام عن العناصر الممثلة. والعناصر الانتقالية هناخدها برضو بالسريع كده، هناخد برضو الانتقالية والداخلية دي. يبقى العناصر الممثلة بتبقى في المجموعة الأولى والثانية، والمجموعة 13 إلى مجموعة 18، هذه المجموعة. طيب، وفي وسط الجدول، طب أين تقع العناصر المثالية أو الممثلة؟ بص كده، شوف كده، على يسار الجدول وعلى يمين الجدول، يبقى على اليسار وعلى اليمين. طيب، العناصر الانتقالية تقع في وسط الجدول أهو، من أول المجموعة الكام؟ من المجموعة هنا أدي واحد اثنين، المجموعة التالتة، من المجموعة التالتة خلاص، من تلاتة، تلاتة هي تلاتة، أربعة خمس ست سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر، من تلاتة لاتناشر، من تلاتة لاتناشر ده عناصر إيه؟ انتقالية في وسط الجدول. طيب، في هنا مكان اسمها المنطقة التالتة بقى، عناصر انتقالية داخلية طبعا مكانها في المكان هنا. طب ليه تم وضعها أسفل الجدول؟ حتى يكون الجدول يعني حجمه بس هو اللي إيه، ما يبقاش كبير يعني. يعني هذه العناصر اللي في اسفل الجدول مجموعه اسمها اللانثانيدات والاكتينيدات، المجموعتين دول مكانهم في هنا في المكان ده اهو، طبعا هنا سهم بيشير اليه. ليه وضعناهم اسفل الجدول؟ حتى لا يكون الجدول عريضا جدا فقط، يعني عشان المكان بس تم وضعهم اسفل هنا. حتى ما نشوف الارقام، ما نيجي نتابع الارقام هنجد ايه
الرقم، هتلاقي الرقم هنا متابع ويكمل عليهم المجموعه دي. طبعا اللانثانيدات، لان عنصر اللانثانيوم هو اشهر عنصر موجود هنا، وعنصر الاكتينيوم موجود هنا برضه، فسميت على ايه؟ على اسم المجموعه، اشهر عنصر موجود في المجموعه دي. يبقى تاني بقى نرجع بقى مناطق الجدول الدوري ثلاثه. العناصر المثاليه او الممثله تقع في المجموعه 1 و2 و13 ل18. المنطقه الثانيه العناصر الانتقاليه تقع في وسط الجدول من مجموعه 3 للمجموعه 12. العناصر الانتقاليه الداخليه بتقع في اسفل الجدول وتشمل مجموعتين. ايه هما المجموعتين دول؟ مجموعه اللانثانيدات والاكتينيدات. اي اسم يكون صعب شويه في نطقه في الاول هناخد عليه، هنقول بقى اللانثانيدات الاكتينيدات، وصعب عليك في الاول بس بعد كده هتلاقيه سهل بقى ان شاء الله. مناطق، تعالى بقى نشوف الجدول بقى الكتاب. مناطق الجدول الدوري، يمكن تقسيم الجدول الدوري الى مناطق كما هو مبين في الشكل اللي انا وريته لك الان. تشمل المنطقه الاولى المجموعتين 1 و2 والمجموعات 13 ل18، وتسمى هذه المنطقه مجموعه العناصر الممثله. العناصر ايه؟ الممثله. طيب وفي هذه العناصر منها فلزات ومنها لا فلزات واشباه الفلزات. اما العناصر في المجموعات من 3 ل 12 تسمى العناصر ايه؟ الانتقاليه، كلها فلزات. وهناك عناصر انتقاليه داخليه موجوده اسفل الجدول الدوري، ومنها مجموعتها الاكتينيدات واللانثانيدات، لان احداهما تتبع عنصر اللانثانيوم وعدد الذر 57، والاخرى تتبع عنصر الاكتينيوم الذي عدد الذر 89. خلاص الصوره دي مهمه جدا. الصوره دي ممكن تجيلك في الاختبار كهيكل كده عام، صوره زي دي يقول لك ادي الجدول الدوري، وهنا بقى المنطقه دي نقط، العنصر ده عنصر تقول له عناصر ممثله، وهنا عناصر ممثله. يعني انت لو بتلعب تمسك ورقه كده بقلم وتقعد تعمل رسمه كروك كده كانك انت بتتسلى في رسم كده هندسي، تعمل المنظر ده اهو، ادي المجموعه الاولى وتنزل كده تعمل الشكل ده كده اهو، هي ديت الايه، وتقوم مقسمها بقى 18 وهنا 7، بس تكتب كهيكل دي عناصر ممثله وهنا عناصر ممثله، في الوسط عناصر انتقاليه، تحت عناصر انتقاليه داخليه. طب تعالى بقى نشوف، انا عملت لك ملخص الجدول الدوري الحديث. تم ترتيب العناصر في الجدول الدوري الحديث على حسب الزياده فين في العدد الذري. السؤال هنا بقى، طيب في جدول دوري حديث وفي جدول دوري الاول بتاع مندليف، بتاع مندليف على حسب العدد الكتلي، بينما هنا الحديث اللي هو تبع العالم مزلي. خلاص تم تقسيم العناصر فيه على حسب ايه؟ على حسب العدد الذري. وصف الجدول، وصفه طبعا هنا 7 دورات افقيه. طب والدوره، الدوره ديت ايه تعريف الدوره؟ صف افقي في الجدول الدوري يحتوي على عناصر تتغير خصائصها بشكل تدريجي اللي احنا حددنا عليه. طيب كم مجموعه؟ 18 مجموعه او عائله من العناصر، والمجموعه هي المجموعه الواحده، المجموعه الواحده تتشابه في الخصائص الفيزيائيه والكيميائيه. المجموعه الواحده تتشابه في الخصائص الفيزيائيه والكيميائيه. مناطق الجدول الدوري، يقسم الجدول الدوري الى مناطق. المنطقه الاولى تشمل مجموعتين 1 و2 و13 و18، هذه تسمى ايه؟ العناصر الممثله، وهذه تشمل فلزات ولا فلزات واشباه فلزات. المنطقه الثانيه وتشمل عناصر في المجموعات من 3 ل 12، ودي اسمها العناصر الانتقاليه، ديت اسمها العناصر، المنطقه الثانيه دي اسمها العناصر الانتقاليه. طيب المنطقه الثالثه بقى اللي هي موجوده اسفل الجدول، عناصر انتقاليه داخليه توجد اسفل الجدول الدوري، ومنها مجموعتها الاكتينيدات واللانثانيدات. ليه سموها كده؟ عشان اشهر عنصر اسمه اللانثانيوم والاكتينيوم. خلاص طبعا ديت يعني مقدمه بسيطه في الجدول الدوري. وان شاء الله بعد كده بقى الدرس القادم ان شاء الله نحضره اللي هو هيبقى الفلزات واللا فلزات صفحه 118. كده وصلنا الى التقويم. لما يجي اسئله زي دي تكتبها في دفتر الواجب عندك،
السؤال الاول بيقول تم ترتيب العناصر في الجدول الدوري. طبعا هنا لو قال لك في العناصر في الجدول الدوري فقط من غير ما يقول الحديث يبقى تقول له العدد الكتلي اللي هو مندليف. طب لو انا ضفت هنا في الجدول الدوري الحديث يبقى زياده في العدد الذري. خلاص؟ لازم كلمه الحديث دلوقتي، هل هنا في كلمه حديث؟ لا، يبقى تم ترتيب العناصر في الجدول الدوري وفقط كده، يبقى تقول حسب الزياده في العدد الكتلي اللي هو مندليف. اول من وضع جدول دوري للعناصر مين؟ لسه قايلينه الان دلوقتي، العالم الروسي ديمتري مندليف. هناخد اللي هو اللقب بتاعه مندليف على طول. طب سين 3، يتكون الجدول الدوري من فراغ دورات، كم دوره؟ كم دوره؟ 7. افتكر 7 ايام الاسبوع والسبع السبع اشواط الطواف حول الكعبه والسبع سماوات والسبع اراضين. طبعا رقم 7 ده يعني له مدلولات كثيره جدا جدا، ورقم 7 ده له حاجات كثيره يعني. وهنا وايه كمان؟ كم مجموعه؟ 18 مجموعه. ما تنساش الارقام دي، 18 مجموعه، والمجموعه بتبقى من اعلى لاسفل، اما الدوره بتبقى من اليسار الى اليمين، وتبقى متشابهه في الخصائص الفيزيائيه والكيميائيه. طيب ننتقل لسؤال اخر وهو مناطق الجدول الدوري. تم تقسيم الجدول الدوري الى 3 مناطق. ممكن يقول لك ايه؟ اذكرهم من غير ما وتقول له كم منطقه؟ لا، هو مثلا جاب لك في السؤال 3 مناطق، خلاص. ايه هم بقى الـ3 مناطق؟ طبعا مش شرط انك تجيبهم بالترتيب، لان ده مش قران. لو انت قلت العناصر الانتقاليه في الاول صح ماشي، لو قلت العناصر الممثله في الثاني عادي. يبقى نقول هنا العناصر الممثله والعناصر الانتقاليه والعناصر الانتقاليه الداخليه. خلاص، يبقى ديت كمقدمه في الجدول الدوري الحديث. طبعا لان انت درست الجدول الدوري ده بسرعه كده، معلومات بسيطه في سنه اولى، ايه في اولى متوسط. في سنه ثانيه ما كنتش بتدرس لم تدرس الجدول الدوري، في سنه ثالثه بقى طبعا هتدرس شيء من التفصيل عشان ان شاء الله تستعد للمرحله الثانويه، هتاخدها في الكيمياء ان شاء الله بالتفصيل هذا الكلام. يبقى انت عندك اساسيات، عندك معلومات علشان تدخل في المرحلة الثانوية، وربنا يوفقكم ان شاء الله. واتمنى لكم ان انتم ان شاء الله تكونوا مقضيتم وقت كويس وفهمتوا الدرس. ولو انت عايز تستزيد ارجع للدرس مرة واثنين والشرح موجود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.